اولا المدارس حرب ضدها من ناحيه التدريسيين، التدريسيين قاعد ينقلون من قضاء الزوراء الى خارج القضاء، وعندنا معلومات انه هنالك من يساوم المدرس اذا تبقى هنا بهاي المنطقه تدفع ما يقارب من 20 الى 30 ورقه، وهذا الامر يحتاج به تحقيق من شعبة التنقلات في هذه في وزارة التربية. نقول له يا وزير التربية انتم شو تريدون بالضبط؟ انتم مو اكو حملة لمحو الأمية؟ انا اقول هنالك في قضاء الزوراء حملة للتجهيل، حملة لنشر الأمية. احنا اولادنا يا دوب ندبر معيشتهم. زين انت احنا بالاضافة الى انه ندبر معيشتهم بالقوة، تجي تفلش المدارس وهي بداية العام الدراسي وهي المدرسة نفسها لا بها رحلات نظامية، لا بها مغاسل نظامية، لا بها أي وسيلة استمرار الطالب بوضع الدراسي. زين أنت تريد تفلش في بداية العام الدراسي وتنقله إلى منطقة تبعد 3-4 كيلوات أو 5 كيلوات عن مكانه. زين أسألك بالله، الشارع العام اللي محال من قبل محافظة بغداد اللي صار معضلة اللي هو شارع السياحي، يريدوا يخلون جهالنا تعبر عليه. زين هو الشارع احنا نسميه شارع الموت، شن يضمن ابنائنا تروح لي غاد؟ زين انت انا احد الاخوة اتفاوض وياه انه هذا اثقال لكاهل اولياء الامور، يقول لي ايه وفروا خطوط لاولادكم، هم نعيش بعيشتهم نحير بعيشتهم لو نحير بالخطوط. يا اخوان احنا من هذا المكان نقولكم احنا نرفض تهديم المدرسة قبل بدء المعام الدراسي إلا بشرط أن يكون هنالك حل مناسب بديل، بدلني بحل مناسب ما يضر أولادي ولا يضر أولاد المنطقة، نوافق ونوقف وياك. أما والله والله إذا تعندت التربية بهذا الأمر وأصرت على التفليش ونقل أولادنا إلى مناطق بعيدة فإحنا راح نرفض رفض قاطع وبطرق سلمية. لا نخلي مقاول يفلش وخلي يسمع أي مقاول تحذير إله، نخلي أولادنا المتضررين يشحتونك بالحجار منا والله، ما نخلي أي تفليش قبل أن يكون هنالك حل مناسب. اقترحنا عليهم عمي هاي صاحب المدرسة جيبوا لنا كرفانات خلوهن بهذا الموسم الدراسي لحين إكمال المدرسة، يقول لي نصا أبو اللجنة مال التربية، أنا ما عرفت اسمه طبعا ولكن خلي يسمع صوتي وزير التربية، يقول لي نعم هذا الحل ينقبل بس بشرط إذا كان عندك علاقة بحزب قوي. زين احنا صار مصير اولادنا بيد الاحزاب، وهل التربيه حاليا تديرها اداره دوله نظاميه لو تديرها احزاب؟ احنا نوجه كلامنا الى رئيس وزراء والى وزير التربيه، انتم عندكم شده ويانا تريدون اولادنا يبقون اميين بكيفكم، اما تريدوننا تقولون نعم احنا نريد نعلم اولادكم، نعم انا اعرف كل الزين، هنالك اتفاقات بين اداره الابنيه بالمدارس وبين المدارس الاهليه حتى ينقلون اولادنا للمدارس الاهليه. عمي انا من الناس اب لثمان ابناء صغار، اذا كل واحد يراد من عندي مليون بالسنه يعني 8 ملايين، شنو اني امبراطور؟ عمي منين اجيب؟ هاي الجماهير كلها والمجتمع كله قلكم لكم يا وزير التربيه هذا قراركم خاطئ خاطئ خاطئ، مره بحياتكم اسمعوا من عندنا حتى نقدر ننهض بالبلد، ننهض بالواقع التعليمي البائس. يكافي بعد ما نتحمل والله حالة الطلبة هنا حالة مزرية، حالة يؤسف لها، واحنا نوجه ندائنا إلى رئاسة الوزراء بصورة عامة وإلى وزارة التربية بصورة خاصة، ونقول لهم واقعنا واقع طلبتنا وتلاميذنا بحال مزري، لا يعني ماكو فتشي اللي يأمن لهم، وهسه يردون يفلشون المدارس بالعام الدراسي. والوليدي يحيلونهم الى منطقتين، منطقة السعادة ومنطقة الشاعورة، والطريق خطر جدا بحيث احنا اذا نقلوا الطلاب من هذه المدرسة يعني ينحكم على اولادنا وابنائنا بالموت، الطريق خطر وما عندنا امكانية لتأجير الخطوط ولا عندنا امكانية ولا عندنا يعني امكانية نخلي طلابنا يروحون لغير هاي المدرسة. اولا احنا نرفض تفليش المدرسة ونرفض اخلاءها وما نقبل اي مقاول يجي يفلشها اذا ماكو بديل، اذا ماكو بديل يعني ابسط الامور يجيبون لنا كرفانات، هسه ما اريد مدرسه، اريد كرفانات يجيبون لنا حسب ما يقولون هم نكملها بعام او عامين، خلي يجيبون لنا بديل هالعام وهالعامين منا لما يكملوا المدرسه.
الكلام الأخير إحنا نرفض إخلاء المدرسة رفض قاطع، وما نخلي أي آلة تفلش ولا مقاول يجينا. عمي أكو مدرسة سايدة هناك بالسعادة صار لها 13 سنة نبنيها لكم وظل بدون بنيها لهذا التاريخ مو ثاني. وبعد إحنا عندنا 2000 طالب، وهاي مدارسنا كلها مو شرط مدرستنا بس، هاي كل مدارسنا السعادة وكرامة وأربع دوامات مو عمي. ثاني وبعد إحنا ما نقدر نخلي جهالنا تعبر الشارع تموت كله. الله وكيلك ومحمد كفيلك مسمينا هذا وادي الموت مو تقول مثلا الشارع، وإحنا ما عندنا مقدرة تعال خطوط والنوبة حايلين للمن متساومين هم والأهالي المدارس الأهالية تعال حطه مليون. أنا والله بس أحفادي بيوم 25 نفر بنت ولد بالمدرسة، أنا عندي 8 ولد وعندي 28 طالب بالمدرسة، يعني 28 مليون نطي منين نحن نضعفها؟ وهم بالعمل عماله يوم يقعد ويوم كل واحد عنده 5 بالخطوط شلون شو نسوي له؟ بسبب شو اسمه؟ لا مو اثر حادث؟ هذا الحادث هم طفل عبر راح للمدرسه اندعم ومات، وهذا شارع شارع الموت خطر، يعني لا نقدر نودي اطفالنا للمدارس ولا نقدر نعبرهم الشارع ولا نقدر نسوي لهم خطوط. هذا العالم شنو ذنبه؟ هو هذا وقبله واحد وقبله واحد وقبله واحد. شارع خطر هذا، شارع سريع يربط دياله كله من بغداد لدياله وكله تريلات، الله وكيلك احنا للسيارات ما نقدر نمشي عليه. 90 طالب الله وكيلك بالقاع قاعدين. شنو 90 طالب؟ غير هاي المنطقه قدش كبرى كلها على هاي المدرسه. وهاي المناطق بعد معمل حبسه وغير معمل حبسه، كل المناطق جاي تجي عليها، ما عدا هذا التسجيل الجديد. الله وكيلك قاموا ما يسجلون، حتى قاموا يرجعون بالاهالي ما يسجلونهم. يقولون ماكو ما تستوعب المدرسه ما تستوعب. اي هو يجبرونهم على المدارس الاهليه، الحمد لله بنوا لهم 3 مدارس 4 وهنا بنوا مدارس، واحنا ناس عمال كسبه منين نجيب؟ وكل واحد عنده 3 و4 منين نجيب لهم؟ ماكو خاله ولا اكو تجهيز، الله وكيلك هاي بنتي عندي وحده بصف الثالث ابتدائي، الله وكيلك قضيتها تطلب القراءه من صديقاتها وتدرس. قضيتها السنه كلها هيك. الله يشهد علي. ماكو عم ماكو لا كتب كل شيء ماكو الله وكيلك. واحد يجهزونه وخمسه ما هو شيء طولهم، هن ملخات ومشققات رحمه على امك وابوك. اللزق به تلزق، يعني صرنا بلد عباره عن كرفانات، مدرسه تتفلش ابد لا يبنونها ولا لهم علاقه بها. تركوها كرفانات وروح الله وياك. بعد ما حد مر بها، واذا بنت كرفانات لا ايس منها شلع. لا بعد ما صارت مدرسه وقعدوا بها. ابد الله وكيلك. هاي روح المناطق كلها انا البارحه بحي النصر. الله وكيلك 3 مدارس كرفانات. 3 مدارس كرفانات. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اولياء امور الطلبه من منطقه السعاده ومنطقه الكرامه نوجه نداءنا واستغاثتنا الى الجهات المسؤوله حول مشروع تفليش مدرسه القرنه الابتدائيه والمدارس التي معها في نفس الدوام. ونستغيث ونوجه ندائنا إلى الجهات المسؤولة أن ينظروا نظرة العطف إلى أبنائنا وأعزتنا. وهذا الأمر كل المنطقتين وأولياء الأمور والطلبة يعني نستغيث ونطلب من الجهات المسؤولة أن ينظروا إلى هذه المناطق نظرة عطف، حيث كل المدارس اللي موجودة في هذه المناطق النائية والمناطق الفقيرة هي مستهدفة بنقص الرحلات ونقص الكادر التعليمي والبنايات الرديئة وكل نواقص في كل خدمات الموجودة في هذه المناطق. لذا نوجه ندائنا إلى هذه الجهات وهذه المدرسة. كل المدارس هي بعيدة عن هذه المنطقة الجغرافية، إذا فلشت هاي المدرسة يعني هاي الأطفال وين تتوجه؟ يعني إلى منطقة الشاعورة بعيدة جدا، وذول أطفال كلهم ابتدائية صف أول وصف ثاني. هسه المتوسطات ممكن انه يروح بخط، بس هذا الطفل بالابتدائيه وين يعرف الخط؟ وين يعرف السياره؟ وين يعرف المدرسه؟ فما ادري هاي الجهات المسؤوله اللي تتوجه تريد تفلش هاي المدرسه ما ادري نظرتها شلون لهاي المنطقه. نحن اولياء الامور من هؤلاء المنطقتين السعاده والكرامه ما نسمح لاحد يوصل لهاي المدرسه ويفلش البنايه الموجوده الا ان يجدوا البديل النظامي للطلاب. اكو ساحات وممكن انه الجهات المسؤوله تتوجه على ساعات وتضع رحله كرفانات للطلاب ويكون بديل ناجح للطلاب. وهذا الأمر جدا مستاء هاي المنطقة من هذا الإجراء،
وهي مو هاي المدرسة الأولى اللي راح تتفلش، فلشوا العراق كل مدارس العراق فلشوها وذي اللي شياها تاية، لا بيها كرفانات ولا بيها شيء. ما أدري هاي يعني الحملة هاي على المدارس بالعراق ما نعرف إحنا ليش هسه. خلي يطلعون المسؤولين، خلي يوصل رئيس الوزراء، خلي يطلع، خلي تطلع المسؤولين يشوفون المدارس كلها تفلشت وماكو بديل، لا بنوا مدرسة ولا عمروا إلا القليل القليل. هاي عندنا مدرسة السامراء تفلشت صار لها سنوات وبعت لحد الآن بالكرفانات. شنو الضير يعني أنه هالدولة هاي وهالإمكانية هاي والمليارات هاي اللي جاي تلعب بيها الناس تتلعب بيها ما يبنون مدارس هاي مرافق عامة للدولة هاي، يعني المدارس والصحة وغيرها. يعني شنو المسألة أنه هاي القضية إحنا هسه بأي إنسان يعني فقير مثلنا إحنا ذول الناس البسطاء ننظر لها نظرة مؤامرة على الشعب. ونسأل من الله التوفيق أن نطلب من المسؤولين أنه يتخذون نظرة عطف لهذه المنطقة وخل أنه يحاسبون ضميرهم ويتخذون إجراءات صحيحة لهؤلاء المنطقة. وأنا أكرر مرة ثانية أنه هذه المدرسة ما تتفلش ولا توصلها لجنة التفليش إذا ما يجدون البديل للطلاب. اليوم يريدون يفلشون مدرسة القرنة، زين يريدون يقلونها المنطقة الشاعورة، زين ما عندنا امكانيه نودي طلابنا المنطقة الشاعوره، زين حالتنا مساعد، زين هاي حالتي شوفها، هاي حالتي شوفها، هاي تيشيرت مات مشققه وبطلون عسكري لابس، زين اقدر انا اطلب الشهر مليون وانا امكانيه ما عندي؟ لازم يصير لنا حل لهاي المساله، زين لازم يصير لنا بديل ومكان هاي مدرسه القرنه، زين هواي هواي يعني هواي يعني اكثر من الناس، اكثر من الناس يعني حالتهم تعبانه، زين يودي المدرسه الاهليه ياخذ من عنده شهر مليون او بشهرين مليون، ماكو امكانيه، الناس كلها عماله تشتغل بالمخضر وتشتغل باي مكان تشتغل، زين ماكو امكانيه. المسؤول ما يسال ولا يجيك، بس فقط بايام الانتخابات، بايام الانتخابات يجي يقول شو تدون انا بخدمتكم، تردون انا بخدمتكم، بس من يصير انتخابات الانتخابات بعد ما يجي ولا يسال عليك ولا يعرفك انت وين بالشمس بالفي ما يعرفك بعد، زين والمنطقه تعرفها كلها منطقه فقيره هي. احنا نعترض على تفليش المدرسه، تفليش ماكو الا يكون لنا بديل، عندنا ساحه بالمدرسه يسوون لنا كرفانات لهاي الطلاب وهاي الناس كلها تعبانه، امكانيه ماكو صفر، شغل ماكو، عمل ماكو، لا يجي وزير يزورنا، لا التربيه تجي تزورنا، ولا الدوله تجينا، ومنطقه مهموله، منطقه مهموله، تفليش ماكو الا يعبرون على جثث مالتنا، غير هذا الحكي ما عدان وياهم. اكو بديل كرفانات يخلونا بخدمتهم. اي مقاول يجي هنا نحترض. قبل 5 أشهر قالوا دخلت دزع عليها رئاسه الوزراء، قالوا صيانه راح تدخل هاي المدرسه. وهاي الصيانه شوف قدامكم. بعد لنا 5 أيام لبدء العام الدراسي ولحد هذه اللحظه الصيانه لم تكتمل وهذا وضعنا. والدوام حسب معلومات راح يصير ثلاثي او رباعي في هذه المناطق، زين احنا ناشد دوله رئيس الوزراء. وين الخدمات؟ وين الشغل الصحيح؟ مقاول يسلمونه اكثر من عمل، يشتغل هنا يوم ويبقى يدز له عمال، لو هم مهجوره هسه المدرسه، حد هاي اللحظه المفروض احنا بعد 5 أيام المفروض هاي شفتين هاي المدارس، يلا تخلص شغلها. حد هاي اللحظه ماكو مهجوره لا عمل، لا كادر، لا مقاول، لا مهندس، لا اشراف عمل. زين ناشدنا 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 مدرسة البنات كرفانية، كل سنة يقول لك سنة تجي احنا نبنيها. الحل شنو؟ نظل ساكتين؟ هذه المناطق شنو محرومة منسية مضطهدة؟ هسه احنا حجي المشاكل كثيرة، بس أهمها هسه احنا المدارس على الأبواب. احنا عام دراسي بعد 5 أيام ينطلق، هذا وضع مدرستنا. حد هاي اللحظة مدارسنا قيد الإنشاء وقيد الترميم، والترميم يشتغل بيوم واحد ومقاولنا ما حتى مقاول ما شايفين، مهندس ماكو. هذا ها انا ينقلون لي يقول لي هذا المقاول صاب مرتين بشيش مستعمل يرجع يفلش، يطلعون عليه كشف ما اعرف شلون، ها لحد هذه اللحظه شوف هذا الصب. هاي قدامكم هسه خاف يجي واحد يقول لك تبلع عليه ما مستفادين منه، يوميا مطلع لنا روايه جديده. هاي مدارسنا لحد هذه اللحظه شوف، هاي بدايه وجيه مدرسه بعد 5 أيام تنطلق، شنو مخلين ورود هسه مخلي لهم فد رسم
من يجي الطالب ينفتح نفسه لحد هاي اللحظه احنا ما شاء الله تانكياتنا ورمنا وحصونا وهاي المدرسه. آه الله وكيلك حسبالك ما ادري فد مكان مال حرب ما اعرف شنو. هاي المجاري اذا ما اكو شيء ماكو شيء مدير مدرسه ينقل زباير بالعربانه ليش؟ المن الفلوس اعطيتوها؟ هاي شوفها هسه يطلع المدير نفسيته شوفوا شلون ينقل بالعربانه زباير ليش؟ ليش؟ الله يقبل هو مدير مدرسه ويا المدرسه راح سنتين مسواها حد سنتين وجو عمروها غير يشيل الزباله مالته شغله ينظف مو شغله هسه يطلع المدير نفسيته ماكو مقاول ماكو تفضل ذاك الشاد مالها منك واقع هيش مسوي ساعه يوقع هاي كلها عادوا ترميم جديد باوع كلها ترميم جديد وعافوا الزبايل جوا هذا الرجل مدير مدرسه ينقل بالعرب انا انقاذ تقبلون انتم ما حد يقبل ترى هذا مدير مدرسه استاذ محمد ينقل زبايل بيده يصير هو شعلي قل لك انا ما عليه اليوم وضع المدارس صورة عامة منطقة السعادة والكرامة اليوم عندنا هاي المدرسة بيها ترميم ولحد هاي اللحظة هي ما كاملة وهاي المدرسة ونفس الشيء ومدرستي أنا بالكرامة والسعة أقول العفو بالكرامة راح يفلشونهن يعني مع الأسف إحنا اليوم شو تسمى هاي الوزارة وزارة تربية وهي ما موجودة لا تربية ولا كل شيء افتهمتني أربع دوامات وين أكو أربع دوامات يصير بالمدرسة يعني هي هاي التربية هسه مع الأسف رئيس الوزراء كلامه مو مضمون ولا وزير كلامه مضمون ولا أي كان يريد يخدم هذا الشعب ومن تباوع للإعلام الإعلام الحشيد إلى جهد وإلى جهد خدمي وإعلامه وخابص الدنيا وزارة الدفاع إلها جهد خدمي وخابص الدنيا ونخدم المواطن وزارة الداخلية ونفس الشيء ونخدم المواطن الوزارات الباقية كلها صيح نخدم المواطن ونطينا خدمة المواطن وين؟ ماكو كل خدمة للمواطن الله شاهد مشلول حالهم ومضيومين هاي الناس خل نكون واقعيين كلامنا واقعي كل خدمات للمواطن هي ماكو احنا ما نقبل على هذا تفليش المدارس اولا الى ما يكون بديل هاي وحدة ثانيا المبالغ الجاي تصرف على هذا القضاء خاصة السعادة والكرامة والقضاء كله كأنما تصرف يعني تسويها مو بس دبي اوروبا تسويها لهذا القضاء وباوع القضاء منكوب من شوارعه من مناطقه وباوع هذا شارع السياحي خاصة شارع السياحي شارع السياحي المصروف له هاي رسالتي للمحافظ ورئيس الوزراء إلى هو صدق أب لهاي الناس خلي يعترف على السياحي يقول مبلغ 23 مليار خلي يقول عم ذني وين هي المضمونات إلى ما مبيوقات ومصروفات خلي يوضح للناس إلى هو ولا رئيس الوزراء ماكو اي توضيح لهاي المنطقه الفلوس تنباق وتروح وماكو ومحاسب خاصه ها رساله من قناتكم خل توصل للمحافظ خلي حاسب لمدير مكتب المحافظ وين راح مدير مكتب المحافظ ويا خمسه من سته هم للنزهه مطلوبين وشردوا نريد نعرفهم وين المبالغ اللي عندهم وين وتفليش المدارس هذه ياخذون المتر بعشرة مليون المدرسه تصير مليارين بثلاثه طبعا يستفيدون بها يفلشها شهرين ثلاثة تنبني ست اشهر ما نعرف على مود شنو المقاولة تصير لهم يستفادون بها هذا امرنا ما كوله فلوسنا وما كوله فلوس هذا القضاء بسبب هاي الفلوس هسه الفلوس تهدر لهذا القضاء والله تسوينا مو بس دبي اوروبا تسوينا والسلام عليكم اي استهداف هذا قضية التعليم خو تدري هي مستلمتها ما شاء الله على الاحزاب وطبعا كلهم عندهم معاهد وعندهم مدارس اهليه وكل هو صار الصعلوك من عندهم شايف الصعلوك ها قدوته صار عنده املاك هائله وباني له اربع مدارس خمسه كل واحد من حزب باني له بمنطقه اربع مدارس خمسه اهليه طبعا يكيف يفلش هاي المدارس كم واحد عندنا هنا بحزب كم مدرسه بانون بانين العفو بالمعامل نفس الشيء بكل المكانات ذولا الاحزاب عباره عن ارضه هذه ياكلون البلد جايين يخرون بيه نخور والمجتمع مع الاسف خلى اوصل رساله للشيوخ العشائر الشيوخ العشائر يسوون فطح ما يقارب 1000 صينيه 3000 صينيه وشايل هوي هوس وشوف قرايبه ولده عمه والمنطقته كاتلها الفقر وكاتلها الضيم
عمل شنو؟ مسنودين من الدولة، مستفادين، صعد له جكسارة، صعد له لاند جروزات، حمايات، وشيخ العشيرة الفلانية العام، شيخ العشيرة، أنا مو سامع احترامي إلهم، ويجيبون المسؤول ويصعدونه ويخلون هاي العالم حايرة بربها. رسالتي توصل لشيوخ العشائر والعالم نازل انتخابات، راح يقعدون ذول الانتخابات كلهم يا مرشح يجي قاعد يم شيخ العشيرة وجابوا العشيرة انتخبته وصعدته وتالي وقت النوب. لا حوت برجيلها ولا اخذ السيد علي وظل العالم منكوبه، يوميا صاعد نائب، يوميا صاعد عضو مجلس محافظه، والكاسبين شنو؟ لا سيد يحكي ولا سياسي يحكي ولا شيخ عشيره يحكي ولا المواطن يطلع. ما ادري شو مشربينكم، مشربينكم عقد لسان ما تحكون؟ هاي العالم الجاي تموت، هالمدارس يعني تفلش مدرستك وانت قاعد ببيتك وكل واحد عنده خمسه من سته، قاعدتك شنو؟